أهلا وسهلا بكم. كأس العالم كرة القدم بطولات مهمة ومؤثرة في جميع يتابعها وينتظرها بشغف، فهي محبوبة الجماهير ومعشوقة الملايين. تبقى كرة القدم هي التي يتحرك بها الجميع وتحرك الجميع. انطلقت البطولة ابتداء من عام 1930 في نسختها الأولى، أحرزها الفريق الأوروغواي. النسخة الثانية 1934 أحرزت نسختها الثانية إيطاليا، ثم توقفت بسبب الحرب العالمية الثانية. عادت في الانطلاق منذ عام 1950 ولحد الآن 2022 النسخة الأخيرة في قطر، وبالتالي كل 4 سنوات كانت هناك بطولة ينتظرها الجميع وترقبها الجميع. أيضا أكثر فريق أحرز لقب البطولة هو الفريق البرازيلي، أحرز اللقب 5 مرات ابتداء من عام 1958 1962 1970 1994 و2002 في كوريا واليابان النسخة الأخيرة اللي أحرز لقبها البرازيل. إيطاليا ألمانيا كل أحرز اللقب 4 مرات. بالنسبة لألمانيا أحرزتها من عام 1954 1974، يعني بعد 20 سنة أحرزت اللقب، ثم عادت وأحرزت اللقب في عام 90 وعادت أحرزت اللقب فوزها على البرازيل عام 2014. وبالتالي يعني كل فريق عنده 4 نسخ. الفريق الإيطالي أيضا أحرزها 4 مرات. الأوروغواي أحرز البطولة مرتين. أرجنتين عنده لقبين. فرنسا عندها لقبين أيضا. وبالتالي إسبانيا عندها لقب واحد 2010. إنجلترا لقب واحد 1966. وهذه من جميع الفرق اللي أحرزت الألقاب. بالتالي كأس العالم كفريق البطولة الأخيرة يعني الكل ينتظرها وترقبها بشغف، باعتبارها النسخة الأخيرة في بلد عربي. قطر البلد الوحيد اللي مشارك بالتصفيات باعتبار البلد المنظم والفريق اللي يستضيف البطولة. النسخة هذه بها مميزات مختلفة عن كثير من النسخ، وأنها أول نسخة تقام في منتصف الدوري المسابقات في موسم الشتاء. يعني دائما بطولات كأس العالم تقام بالأشهر الوسط من السنة، يعني 6 أو 7 أو 8، لكن هذه النسخة أقيمت في هذه الفترة باعتبار مسابقات الدوري في كل العالم مستمرة. إذن كأس العالم حاليا الجميع ينتظرها، الجميع يترقب أحداثها والجميع هناك أرقام ومؤشرات دائما لجان فنية ولجان متابعة ولجان مراقبة في كل الأحداث اللي تحدث في كأس العالم، سواء على مستوى بيع التذاكر، على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى النقل التلفزيوني. فكأس العالم الأخيرة هذه إن شاء الله تكون نسخة مميزة ونسخة تختلف عن جميع النسخ السابقة، باعتبار العالم وصل مراحل متطورة وسابقة في التكنولوجيا لجميع المراحل السابقة. الجميع ينتظرها. وفي نهاية شكرا، مع ألف سلامة.